السلام عليكم تلاميذ الاعزاء. اليوم فيديو جديد من الفيديوهات اللي تطلبوها مني بزاف، هو حلول موضوع جديد من مواضيع البكالوريا تحضيرا لاختبارات الفصل الاول الاسبوع القادم. الاختبارات هذا الفيديو لازم تكملوه للاخير باسكو يساعدكم بزاف، فيه الكثير من المصطلحات تاع الوحده الاولى والكثير من الاسئله اللي تجيكم في الاختبار وعامه في امتحان تاع البكالوريا. هذا الفيديو بالنسبه للعلميين هذا الفصل. الفصل القادم غادي يكون بالنسبه للادبيين من يكونوا يقروا الاثكس ان بزنس، الاخلاق في العمل، وهو في التحضير عامه وبشكل عام للاختبار تاع البكالوريا في اخر السنه لجميع الشعب. درنا بلاي ليست فيها حلول مواضيع البكالوريا، اللي يبغى يشوف القواعد والتفصيل في كل قاعده وكيفيه كتابه فقرات يروح ايضا بلاي ليست. بلا ما نطول عليكم تابعوا هذا الفيديو للاخير. هذا الفيديو لبكالوريا 2019، قلنا الشعب العلميه، وهذه الوحده هي وحده الاثكس بزنس، وهي وحده مشتركه بين جميع الشعب كما غادي تشوفوا في البرنامج Ethics in Business، الأخلاق في العمل. إذا غادي نبدو نقرأ النص. النص يحتوي على مصطلحات بسيطة، اللي يبغي يركز في النص ويقرأه مليح يركز. احنا غادي نقعدوا معاه دقيقة أو دقيقتين نشوفوا الفكرة العامة تاع الفقرة الأولى، الفكرة العامة تاع الفقرة الثانية، والفكرة العامة تاع الفقرة الثالثة. أقول وأكرر، ما لازمش تفهموا 100% من النص. اللي يفهم النص بـ100% هذه حاجة مليحة، لكن مش شرط تفهمه 100% باش تدي النقطة مليحة. نبدو نشرحوا في النص تاعنا. cheating، راهي هضرنا على cheating، deception، unethical behavior. لو كان الانسان اللي راه باغي والتلميذ اللي راه باغي يحل ما يعرفش في اي وحده راه يروح ويلقى روحه مدر، قلنا دائما يحوس على هذه المصطلحات unethical behavior، cheating، deception. cheating هو الغش، deception هي الخداع. كي يشوف unethical behavior، تصرفات غير اخلاقيه، business الاعمال، هنا يعرف روحه باللي راه في وحده الاخلاق في العمل. مفهوم؟ نبدأ نكمل القراءة على النص. cheating, deception and other forms of unethical behavior are widespread in business. قال لك الغش، الخداع والأشكال الأخرى تاع التصرفات الغير أخلاقية منتشرة بقوة في مجال الأعمال، في السبور، في الرياضة، في المدارس والمجالات الأخرى. برغم من ذلك، while ولا بينما الميديا، معناتها الإعلام، يركز على حالات خاصة جدا من الغش ولا يسلط الضوء بصفة كبيرة على الأبحاث ولا على ما تسميه الأبحاث ordinary unethical behavior، التصرفات الغير أخلاقية العادية. هذه كانت الفقرة الأولى يحكي لنا كمقدمة على الغش بأنه تصرف غير أخلاقي. ندخل في الفقرة الثانية. هنا راه يعطينا أمثلة على الغش: stealing from one's employer، cheating on exams، الغش في الامتحانات. هم نتائج ordinary people surrendering. خلاص قال لك هذه نتائج تاع استسلام الناس العادية للغش ولمحاولات الغش. نروحوا للفقرة الأخيرة. هنا راه يعطينا قالك ستاديز، معناتها الابحاث، تجد بانه تحت بعض الضغوط اكثر الناس تغش، ويفسر لك على الناس تغش. they don't cheat as much as they can get away with، rather they cheat up to the point at which they believe they are good. هنا راه يشرح لنا في السيكولوجيه تاع الانسان كي يكون يغش، معناتها النفسيه تاعه علاه يغش. when facing opportunity to cheat، عندما يواجه فرصة للغش، الناس تحس بصراع، conflict between الإرادة ولا الحب أنه يخلي صورة إيجابية على نفسه وبأنه يقدم المصالح تاعه ويتخطى الحدود الأخلاقية. هذا بكل اختصار النص شرح يقول. هنا راه يعطينا في المقدمة الموضوع تاعنا اللي هو الغش والتعريف تاعه، هنا راه يعطينا امثله، وهنا راه يعطينا يعني اكثر الناس كيواجهوا الغش واش يديروا، واش هي النفسيه تاعهم بكل اختصار. نروحوا الان الى
الأسئلة تاعنا. دائما قلنا الأسئلة اللي يعطيها لنا في البكالوريا غادي تكون عبارة عن true false, answering the questions, أجب على الأسئلة. يقول لك دير لي true false, يقول لك what or who do the underlined words in the text refers to, على ماذا ولا على من تعود الكلمات المستطرة في النص. هذو كل الأسئلة دائما اللي تتكرر. هنا عندنا نوع من الأسئلة جديد، هو في الحقيقة مش جديد دارجي، لكن ممكن بعض التلاميذ يكون يبان لهم هذا جديد. Put the following ideas in the order they appear in the text. شمعتها، ضع الكلمات التالية ولا الأفكار التالية اللي هي هذه الأفكار في الترتيب التي تظهر فيه في النص. شا معناتها؟ معناتها هذه لو كانت تكون ظهرت في الفقرة الأولى، معناتها هذه هي الترتيب تاعها الأول. هذه لو كانت تكون ظهرت في الترتيب الثاني، يعني ظهرت في الفقرة الثانية، تكون في المرتبة الثانية. هذه لو كانت ظهرت الأخيرة في النص، تكون هذه في المرتبة الأخيرة. مفهوم؟ نبدو نحلو الأسئلة تاعنا. شا قال لك هنايا في السؤال الأول؟ Are the following statements true or false? Write T or F. معناتها اكتب T عند true وال F عند false. To the statement and correct the false one. صحح الخاطئة منها. معناتها وكان نلقوا الإجابة الأولى، الجملة الأولى، وكان نلقوها خاطئة، نكتبوا false ومن بعد نكتبوا الجملة الصحيحة. مفهوم؟ نصحوها من النص. هنا لقيناها ترو، نكتبو فقط ترو. لو كان هنا نلقاها فولس، نكتبو فولس ونكتبو الإجابة الصحيحة، يعني نصحوها من النص. نروحو نبدو بالجملة الأولى. Unethical behavior are limited to one domain. معناتها التصرفات الأخلاقية هي محدودة في دومين واحد. هذه خاطئة. كيفاش نصحوها؟ نروحو نرجعو للنص ونشوفوا هل هي limited to one domain or not. شوف شو قال لك هنا، قال لك widespread، منتشرة بقوة في الأعمال والسبور والمدرسة والمجالات أخرى، يعني ليست في دومين واحد. هذا هو تصحيح الإجابة تاعنا. مفهوم؟ إذا نحكم السيلو تاعنا ونكتبو شنو نكتبو. Unethical behavior. أنا راني لخصت وما متلخصوش. Are widespread. ونكملوا الجملة تاعنا. ما ننسوش نديروا لها باللي هذه false. ونديروا التصحيح تاعنا. مفهوم؟ نروحوا للجملة الثانية. Unethical behaviors harm business only. معناتها التصرفات الأخلاقية تؤذي فقط الأعمال ولا تؤذي فقط الشركات إن صح التعبير. هل هذا صحيح ولا خطأ؟ نروح نحوس عليها. هنا احنا الجملة الأولى وين لقيناها؟ هذه الجملة الأولى لقيناها في الفقرة الأولى، يعني الجملة الثانية غادي احتمال كبير نلقوها في الفقرة الثانية، لأنه قلنا عندنا ترتيب. وين ترتيب؟ في true or false، وترتيب في answered the question في وجودهم في النص. نروح للفقرة الثانية هايلة. These behaviors معناتها التصرفات الأخلاقية costly معناتها مكلفة ولا مكلفة للأعمال وللمجتمع، معناتها تكلفه الكثير، معناتها تؤذيه. إذا ليس فقط البيزنس، لكن البيزنس والسوسايتي. نروح نجو الجملة تاعنا نديرو له هذه false، نديرو له no. are costly، لأنه قلنا صح الخطأ، costly for business and society اللي هي المجتمع. مفهوم؟ نروح للجملة الأخيرة. واش قلنا؟ people do not cheat all the time. قال لك الناس ما تغش في جميع الأحيان. هل هذا صح ولا خطأ؟ نعود نولو لعفسة تاع الترتيب. الأولى لقيناها في الفقرة الأولى، الجملة الأولى لقيناها في الفقرة الأولى، الجملة الثانية لقيناها في الفقرة الثانية، الجملة الثالثة احتمال كبير غادي نلقوها في الفقرة الأخيرة. هذه اللي راني نحكي عليها 90% تجي كيما هكا، ليست 100%، لكن 99% خلينا نقولوا. الناس تغش كل الوقت،
نروح نحكو نجو للفقرة الأخيرة. الدراسات أكدت ولا وجدت أنه تحت بعض الظروف most people cheat، أغلب الناس تغش. People do not cheat all the time، الناس لا تغش كل حين. هذا صحيح، فقط تحت بعض الظروف، ليس كل الوقت، تحت بعض الظروف. إذن هذه الجملة صحيحة، مفهوم؟ هنا بكل اختصار جاوبنا على هذه الأسئلة. نروح نشوف السؤال الثاني. Put the following ideas in the order they appear in the text. ضع الجمل الأخيرة هذه في الترتيب التي تظهر فيه في النص. هل هذه هي ظهرت في الترتيب الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ هل هذه ظهرت في الترتيب الأول الثاني ولا الثالث؟ هل هذه ظهرت في الترتيب الأول الثاني ولا الثالث؟ قال لك cheaters don't feel they are dishonest. الغشاشين cheaters لا يشعرون بأنهم تقدروا تقول خوانة، ولا لا يشعرون بالذنب. خلينا نقرأ ثانية. cheaters go beyond morals when cheating. الغشاشين يعني يتخطون الأخلاق عندما يغشوا. وهنا ordinary people may have the desire to cheat. الناس العادية ممكن عندها الرغبة في الغش. هنا لو كان جو تلاحظوا كلهم راهم هنا في الفقرة الأخيرة، لكن ما هو الترتيب؟ هل الآر كانت هنا الأولى ولا كانت في الوسط ولا كانت تالية؟ هل بي هي اللي كانت الأولى في الوسط ولا التالية، ولا هل سي هي كانت الأولى في الوسط ولا في التالية؟ نشوفه مع بعض. ordinary people الناس العادية ممكن تكون عندها الرغبة في الغش، هذه هي الأولى. على studies قال لك وجدت أنه بعد تحت بعض الظروف أغلب الناس ممكن تغش، إذن هذه هي الأولى. الناس العادية ممكن تغش. نروحوا للزوجة. cheaters go beyond morals when cheating. هنا قالك when facing the opportunity to cheat people experience a conflict between their desire to maintain a positive self-image and to advance their self-interest crossing ethical boundaries. متخطين الحدود الأخلاقية. إذن هنا هذه هي الزوجة، معناتها go beyond morals، معناتها يتخطوا الأخلاق، وهنا قالك يتخطوا حدود الأخلاق، نفس الشيء. نروح للأخيرة. One way to resolve this is to cheat a little, reinterpreting the unethical behavior as an honest mistake. قال لك حل وحيد باش نتخطوا هذا أنه نغشوا شوية. يعني الناس العادية ما تقولش باللي راني نغش، تقول باللي هذه كذبة بيضة، شغل honest mistake أنها كذبة بيضة. يعني cheaters لا يشعرون بأنهم خوانة، يقول لك هذه كذبة بيضة نورمال عادي. هذه هي في الترتيب الثالث. نعاودوا نديروا الترتيب تاعنا، هذا الأولى، هذه الثانية، وهذه الثالثة. نروحوا للانسر the questions according to the text. أجب على، رانا هنا أجب على الأسئلة بالرجوع إلى النص. قال لك do the media today report all forms of cheating justified. هل الإعلام اليوم يعني يعطينا كل أشكال الغش جوستيفي؟ احنا نعود نقوله باللي راهم مرتبين في النص، يعني هذه نروحون نحوسوا عليها في أول الفقرة. وهنا قال لك ميديا، معناتها كي نروحوا للنص نحوسوا على كلمة ميديا. هاي على كلمة ميديا. نعود نقوله للجملة تاعنا. باش بدأت الجملة تاعنا؟ بدأت do، معناتها هذه yes or no question، هذه yes or no question، مفهوم؟ كل الأسئلة اللي تبدأ بdo ولا is ولا have كلها yes or no question، معناتها الإجابة تاعهم غادي تكون yes ولا no. هذا علاه قال لك justify، لا تكتفي بال yes ولا no. نطلعوا للفقرة تاعنا ونكتبوا هذه الجملة. While the media focus on extreme cases of cheating،
معناتها الإعلام يركز على حالات خاصة جدا من الغش. إذا هذه نو نكتبه هنا نو ونكتبه الإجابة تاعنا. السؤال الثاني شغلك. What dilemma do people face when confronting the opportunity to cheat؟ هنا اللي ما يعرفش قال لك people face confront opportunity to cheat. نروح نحوسوا عليها في النص. هاي لا face opportunity to cheat خلاص conflict. دونك نكتبوا هذه الجملة كيما راح نكتبوها، هذه الجملة كيما راح غادي نكتبوها، مفهوم؟ نروحوا للسي. How do cheaters justify their unethical behaviors؟ كيفاش الغشاشين يجوستيفوا يبرروا تصرفاتهم اللا أخلاقية؟ كيفاش يبرروها؟ تقولنا دائما نفس الترتيب في النص. الإجابة الثانية لقيناها هنايا، معناتها الإجابة الأخيرة غادي نلقوها هي الأخيرة. قال لك one way to resolve this، معناتها الناس كيفاش تبرر الأخلاق، كيفاش تبرر الغش تاعها بطريقة واحدة. one way هي reinterpreting the unethical behavior as an honest mistake، معناتها يعيدون صياغة ولا يعيدون تبرير، يقول لك هذا مشي غش، هذه كذبة بيضاء، وهذه شفناها في ترتيب تاع النص. الإجابة هي هذه، هي reinterpreting the unethical behavior as an honest mistake. نكتبوها هنا. نرجع للسؤال الرابع تاعنا، ولا نكمل السؤال الرابع تاعنا. What or who do the underlined words in the text refers to؟ قال لك these behaviors، these behaviors، وعدنا which في الفقرة الأخيرة. these behaviors على ماذا تعود؟ stealing from one's employer, cheating on exam are the results, surrendering to the temptation to cheat when confronted with the opportunity. هذه التصرفات، هذه التصرفات هو اللي كان يعطينا عليها أمثلة. هذه stealing from one's employer, cheating on exams، هذو هما التصرفات اللي راه يهضر عليها. إذا تعود على these behaviors، تعود على stealing from one's employer, cheating on exam. Which هي WH question، وهدرنا عليها WH question كي سطرنا عليها، تعود مباشرة على الكلمة التي قبلها. The point which تعود على the point، الكلمة اللي قبلها which هي the point. نكتب الإجابة تاعنا هنا. قال لك stealing from one's employer، ونكمل الإجابة تاعنا هنا which تعود على the point، مفهوم؟ نكمل الإجابة تاعنا. دائما نخلي لكم هذا السؤال تكتبوه لي في التعليقات، هذا السؤال جاوبوا عليه في التعليقات، ونروح نجاوبوا على السؤال الثاني اللي قال لك divide the following words into the roots into roots and affixes. معناتها عطاك هذه الكلمات قسمهم الى roots and suffix. ندير لكم المثال الاول ونخليكم ديروا المثال الثاني، لانه هذا رانا دايرين عليه فيديو في اليوتيوب. البريفكس هنا واش هو؟ ان. روت واش هي؟ اي ثيك. والسوفيكس اللي هي اول. معليش نديروا المثال الثاني ايضا. ريسيرش، ما هو البريفكس؟ هو ري، وما هو سوفيكس؟ هو اي ار اس. اذا يبقى لنا روت اللي هي سيرش اللي هي يبحث. هذا كان الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش ديروا الاوبوزيت، قالنا ديروا الاوبوزيت تاع هذه الكلمات، وراه عطينا الفقره الاولى، فقره ثانيه، فقره ثالثه. هذا كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون ساعدكم في تحضير الاختبارات خاصه العلميين. هذه ساعدكم بزاف باش تحضروا لاختبارات الفصل الاول. نشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله.